المنتخب هيبقى كويس هياخد حقه والناس هتتكلم عنه كويس، المنتخب هيبقى وحش الناس مش هتبقى مبسوطة وهتنتقد. بس كابتن طارق، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على الظهير الجناح، اللعيب اللي عندنا اللي هو يلعب باك ليفت او باك رايت، في بعض طبعا اللعيبه، ولكن فين الاعداد؟ يعني مين اللعيب اللي يطلع يهاجم ويعمل خطوره ويزود فرقته، وبعد كده يرجع بيدافع كويس وبيعرف يعمل التغطيه العكسيه وبيعرف يشيل كره عاليه يعني فين اللعيب المتكامل اللي كان موجود منه زمان كتير؟ خلاص ما بتقل، ما بقتش موجوده، لان دي بتعتمد في الاول والاخر على الموهبه. خلي بالك الباك رايت والباك الشمال، تحديدا الباك رايت من فتره كبيره جدا 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 ما لقيتش الباك رايت اللي هو مكانه، يعني بالسيست بقى، يعني انا لعبت باك رايت وانت لعبت باك رايت في المكان ده ومش مكاننا، احنا مكاننا نص ملعب. ابراهيم حسن مثلا مكانه باك رايت، احمد فتحي مكانه باك رايت، ياسر رضوان مكانه باك رايت. ففي لعيبه هو اسلام المكان، الشاطر، اسلام الشاطر، في لعيبه هي مكانها هو ده وحافظت المكان وبتلعب في المكان فبيتأدي في المكان. وكل اللي موجودين في الفترة الأخيرة من 10 12 سنة كلهم مش مكانهم. بتتكلم عمر جابر بيلعب في المكان ده مش مكانه، بتتكلم أحمد توفيق لعب في المكان يعني ده احنا مش عندنا مكانه. بقى لنا 20 اه سنة والله عندنا مشكلة في الباك عندنا مشكلة، رايت بدليل ان احمد من ايام فتحي، ابراهيم حسن. بدليل لا احمد فتحي، انا انا قلت اقول احمد فتحي، يعني احمد فتحي طب ما انا اقول لك على حاجة، هو الفترة دي كلها انت لو طلعت يعني هتقول احمد فتحي وهتقول اسلام الشاطر خلاص حازم امام كده ومحمد هاني في الزمالك. وحازم امام ومحمد هاني. قول لي بقى هات لي باك رايت تاني بيلعب. خش على الباك الشمال، دي انت الباكات الشمال اللي موجودين باستثناء بتوع الزمالك عبد الشافي وفتوح وعبد الله جمعه، معظم اللي هتلاقيهم شغالين محترفين باكات شمال. اذا كان علي معلول في الاهلي، او اذا كان قبلها جيلبرتو قبل جيلبرتو، كده ولا لا يعني خد على مدار. فانت عندك مشكله في الجزئيه ديت، الباكين سموحه كان الطرف الترهوني بيلعب باك باك شمال، شمال. ما انا بقول لك هتلاقي كتير، احنا دلوقتي هتلاقي فيوتشر افريقي اللي هو كان موجود في الجونه السنه اللي فاتت. ايوه اسمه ايه؟ جوناثان اه ما انا بقول لك بص يا بركات هتلاقي مشكله. يعقوب وبيلعب باك يعقوب ليفت كمان، بالظبط كده، من اجمد اللعيبه بالظبط اللي هي باك ليفت في البنك، برضه. في البنك الاهلي. فبالتالي عايز اقول لك المكان ده تحديدا، اكرم توفيق ما بيلعب دلوقتي في المكان ده ومش مكانه. مش اكرم مكانه. لعيب نص ملعب، اكرم يعني ده يعني مثل لاحمد فتحي، يعني دايما انا بدي كده ان احمد فتحي اصلا مش مكانه. اول هو ما بدا احمد احمد فتحي ديفندر، اصلا كان على الدايره ديفندر ديفندر. ديفندر في الاسماعيلي لو تفتكر يعني، وبعد كده لقى المكان ده فراح فيه فمشي فيه كتير جدا وتالق فيه ولعب فيه وخلاص بقى مكانه، ما بقاش يخش نص الملعب دي الا فين وفين. واكرم نفس الشيء. فبالتالي المكان ده، لان دلوقتي الاثنين دول الباك الشمال والباك اليمين بقى مفتاح ملعب، لازم هم دلوقتي شايفين الملعب طب طول. وايه السر؟ طب يعني الازمه بقى سرها فين؟ يعني ما برضه ما اكيد ليها سبب في الاخر. اكيد يعني برضو انا بشوف ايه دلوقتي اي حد من 20 سنه اي حد بيخش اختبار وهو صغير لنادي بيقول له تلعب ايه؟ ما حدش بيقول باك رايت وباك ليفت يعني. خالص، بس هو توظيف اللعيبه وهي صغيره، ودي بتعتمد على رؤيه المدرب. يعني انا مثلا في مدربين، شوف مدرب مثلا، تشوف طارق هو لعيب نص ملعب بس مش قوي، بس انا لو حطيته في الباك اليمين واشتغل فيها وحبها ما عنديش مشكله. بس انا شايف ان كمان ممكن يكون كابتن طارق الحتة ديت بتبقى عايزه واحد مواصفات بدنيه المفروض بتبقى زياده شويه، اللي هو طبعا بيلعب باك رايت وباك ليفت، طبعا، واحنا طبعا في البدني يعني وبتاع، فما شاء الله يعني الناس بتسهر والناس كده بس انا عايز اقول لك حاجه برضه بركات، هي بدنيا ويكون عنده حلول. ما انت الباك رايت والباك الشمال دول اللي هم جايين شايفين طول الملعب، فشايف عنده رؤيه. في لو تفتكر برضو الباك الشمال كان موجود محمد عمار، وكان موجود الله طبعا يرحمه عبد الوهاب، طبعا وياسر ريان لعب فيها، وفي الزمالك لعب طارق السيد عندنا فيها، طارق السعيد ترى السعيد قدها برضه بالظبط. فعايز اقول لك ايه، الزمان اختلف عن دلوقتي.